اقفل امبارح عشان نلحق النهارده. يلا يلا. النهارده الحقيقه عندنا يعني انا وصفتهم الكلاشين الاهم، كلاشين معيارتي اللي عندي بدري، اياكس في رينجرز، فرانكفورت في سبورتنج لشبونه. مواجهات الى حد ما يعني متكافئه، يعني ممكن نقول 50-50. اياكس ممكن تميل سنه، فرانكفورت ممكن، او سبورتنج لشبونه يعني صعب قوي ان نحكم عليهم. لكن المواجهتين الاهم اللي خلينا نتكلم عليهم اكتر، واللي يمكن هيحظوا باغلب المتابعه والمشاهده من المصريين، ليفربول ونابولي طبعا، وبايرن وانتر. شايف المواجهتين، شايف نبتدي بليفربول ونابولي الاول طبعا. ليفربول ونابولي طبعا يمكن كانت قبله برضه في دور المجموعات السنه اللي قبل اللي فاتت والسنه اللي قبليها، وليفربول عنده مشكله في الملعب، ملعب مارادونا ارينا ده ما بيكسبش المرتين، خسر مره 1-0 مره 2، حتى في مجمل الاربع ماتشات ما فيهاش الا مره واحده، فعنده مشكله شويه مع نابولي. كمان السنه دي المشكله الفرقه بايخه نابولي، فرقة وعلى ارضها كمان طبعا. الجنوب الايطالي ده قوي برضه، وبعدين المدرب لوشانو سباليتي كان مدرب صلاح قبل كده في روما، فمدرب ذكي جدا، مدرب شخصيته قويه جدا، فهيبقى النهارده مشكله قدام ليفربول مع مستوى ليفربول السيء اللي هو في الفتره الاخيره متذبذب. كمان عندهم اللي هو المهاجم اللي هو اسمه طويل ده، تشيخيليا ده خفيتشا. ده حاجه خطر جدا بصراحه. احنا يهمنا طبعا في الامر كله ان صلاح وقف عند الهدف 36 في دور الابطال، يعني بقى له 8 اهداف عشان يعادل رقم دروجبا اللي هو كاكثر افريقي مسجل في دور ابطال اوروبا. يعني نتمنى يصل يعدل، يعني يسجل اكتر، والنهارده لو سجل هدف هيفك شراكه مشكله الأيسر. الليفر فين يعني؟ انت عدم يعني الانسجام. الكل قال هو مفنش الموسم اللي فات ولا اروع الحقيقه، كان يستحق يعني، خلينا نتفق انه كان يستحق لقب الشامبيونز ليج اكتر من الريال، وكان صحيح. قريب جدا من لقب البريمير ليج، فالموسم ما كانش خالص الفني، كانش فيه مشاكل. ليه البدايات صعبه على الرغم ان في انتدابات في منتهى القوه؟ بنتكلم على داروين نونيز، بنتكلم على لويس دياز، صحيح صفقه قديمه لكن يعني اعتقد انه حاله الانسجام والنضج اكتملت السنه دي. بنتكلم على ارتر الانسجام. يعني الناس حتى بتتكلم كتير عن غياب ماني، ماشي قد يكون احد العوامل لكن طبعا مش العامل الرئيسي، لكن لكن انا في وجهه نظري الانسجام، ما ان يحدث الانسجام زي ما حصل قبل كده، خد وقت قبل ما حصل الانسجام بين صلاح وساديو ماني وفيرمينو، لما الثلاثه بقى عملوا بقى بالظبط بقى حاجه صعبه جدا. المره دي هيحصل ده بس شويه، يعني لسه نونيز جاي، دياز، جوتا، يعني يحصل ده هتشوف ليفربول مختلف. عشان كده البدايات يعني رغم انها سيئه في ليفربول، بس حاسس ان هي برده في سوء حظ. يعني لما تشوف اخر ماتش اللي هم ضد ايفرتون، محمد صلاح مضيع في الوقت الضايع كوره، يعني خلاص يعني طبعاً ده سوء طفي، لو كان سجلها كان الموضوع خلص، كان الموضوع خلص، كان كسبه وكانت العمليه انتعشت، لكن هو سوء توفيق بلس عدم الانسجام.